أنا اسمي خالد، سويت عملية عند دكتورة نينا أخصائية جراحة العظام، ومستمر في العلاج الطبيعي عند دكتور نزار. أقدم شكري لهم وأنا وايد فرحان. I'm presenting to you Khalid, an 11 years old boy who has a history of complex right foot deformity and underwent a complex surgical reconstruction in July last year. The deformity was present when he started to walk and gradually increased to the stage when he couldn't even walk without pain. The surgery went quite successfully. He has now no pain. He participates in sports. He is still in a post-operative course of recovery and he is doing physiotherapy. معكم أم خالد، مريضة الدكتورة نينا والدكتور نزار للعلاج الطبيعي، وأشكر جهودهم على العلاج لولدي والعملية اللي سوتها دكتورة نينا لولدي لرجله اللي كان مو طبيعي، كان في تقوس، فالحمد لله سوت له عملية خلتها مستقيم واستمر وتحويله إلى ميدي كلينك مدار، فعلاجه مستمر عند دكتور نزار العلاج الطبيعي، الحمد لله في تحسن كثير كثير، وإن شاء الله راح أتمنى لكل أم واللي حالاتهم نفس حالة ولدي خالد إنه ما يترددون في العلاج ويتواصلون مع الدكتورة نينا والدكتور نزار للعلاج الطبيعي. واشكر مستشفى الجوهرة وميدي كلينك مدار على جهودهم وعلاج ولدي خالد. اشكركم كل شكر الجزيل. تحول لي خالد من دكتورة نينا بعد عملية في رجله اليمين، وكان بيعاني من ضعف العضلات ومشاكل في المشي والحركة، لكن بعد تقييم وتطبيق برنامج العلاج الحمد لله تحسنت كتير عضلات رجله اليمين، وفي نفس الوقت المشية تحسنت بشكل كويس جدا، وإن شاء الله مستمرين في العلاج ولحد ما يتم ربنا سبحانه وتعالى شفاءه على خالد بإذن الله.